الكايدة وراح شعار الدعبة وشعار العيدة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة الشوط الرئيسي أقوى أشواط الحقائق أقوى أشواط الحقائق مع شعار الدعبة مع راعي الكايدة صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري يقدم لنا الكايدة مع الشوط الرئيسي يذهب مع شعار الدعبة ومع الكايدة مع الناموس ومع الانتصار. سلام يدعبة سلام، تهانينا والناموس لمالك الكايدة صالح بن راشد بن صالح الدعبة المري المركز الثاني. في مواجهة حقيقية نحو الناموس والانتصار، ولكن والم ما زال في الصدارة عبد العزيز بن صالح بشريدة على المركز الأول، هداف على المركز الثاني صالح بن راشد الدعبه، ولكن الاسم القادم غياث سيف بن مبارك بن سعيد النعيمي غير واحتل المركز الأول، ولكن شاهين علي بن عبد الهادي بن علي القيثاني المري معركة طاحنة في هذا التحدي كبير بأقوى أشواط القعدان. غياث وهنا شاهين وهنا هافير مضبوط، أسماء مميزة بالرصاص ينتزع الناموس مع مضبوط سعيد بن سالم بالرصاص العامري ينتزع الناموس ويحقق هذا الإنجاز. مع هذا التحدي بينما أتابع الوصول هناك والقدوم، كيف عبد الله بن سعيد الزرعي مع ثالث المراكز رابع الأسماء، أتابع نوايد نايف بن مبارك النعيمي، الله إلى أسماء الله إلى التحديات، ولكن أعود إلى الصدارة رسمية منذ البداية. الله على هذا الأداء والانطلاق الممتاز. راشد بن مبارك بن زايد الخيارين يغادر رسميا بهذا الشوط مع رسمية. مشكور يا مخوف من يتابع رسمية ويتابع أيضا هذا الشعار، تهانينا والناموس لراشد بن مبارك بن زايد الخيارين، تهانينا. عرض ولا أجمل على الصدارة على المقدمة ناصر بن محمد بن هوبش المري، ولكن بن جهيم هاجم بقوة من خلال انطلاقة النايف يبحث عن الموقع النايف. الله 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 على هذه النوعيات الجميلة، هناك النايف والسيف، اللحظات المثيرة ما بين التحديات هنا والانطلاقات الرائعة اللي نشاهدها مع شعار بن جهيم وبن هوبش، ولكن هناك النايف طار بناموس هذا الشوط. سلام على هذه النجومية الرائعة، وهذا هو النايف الذي يسجل هذا التواجد الصباحي. سلام يا بن جهيم سلام يا النايف سلام، لحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار بينما من وصل ثانيا. ولكن وين الأمتار الأخيرة؟ وين حرك روحة يا باغي الانتصار؟ السناري طار مع فتنة، طار عبيد بن علي بن عبيد بن راشد السناري مقدم لنا هذه الدرة، انطلقت بهذا الانطلاق الكبير ما شاء الله على هذا الحضور الملفت للأنظار. هنا تنطلق فتنة من فتنة القلوب والجميع والأبصار والأعين. سلام يا السناري سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وسيم
هذه الانطلاقة ومع ثار التحديات المركز الثالث شعار بن قطامي الذي وصل بهذه اللحظات وتقدم مع ماجوب أو هنالك ماجود هادي بن سالم بن محمد آل فهيدة المري. لكن المركز الثالث القدوم من قبل سعود ناصر بن عبد الهادي بن صالح آل جفران المري مع المركز الخامس الثالث. لكن البداية المقدمة بن جحيم من انطلق بالناموس من انطلق بالتتويج بهذه الانطلاقة الجميلة. هذا هو شعار بن جحيم شعار النجوم من يتألق دائما وابدا بالتحديات والانطلاقات مع شعار عبد الله بن علي بن راشد بن جحيم المري. تهانينا والناموس على فوز متهال واختطاف لهذا الناموس. تهانينا يا بن جحيم المركز الثاني. ولكن الله شوف القدوم شوف اللي واصل في هذه اللحظات. وصلت هنا مشاهدين الكرام مزنة علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي يقدم لنا شعاره مع الامتار الأخيرة. ولكن الصدارة المركز الأول الهبة بشعار الصعاق يقدم لنا أيضا هذه الاندفاع الكبيرة مع الامتار النهائية والخطيرة. ما شاء الله طارت الهبة بناموس هذا الشوط مع المركز الأول علي بن سالم بن علي الصعاق يقدم لنا انطلاق والأروع مع الأمتار الأخيرة مع الأمتار المجنونة. تهانينا والناموس لعلي بن سالم الصعاق على اختطاف الهبة ناموس هذا الشوط. سلام الهبة سلام على هذا الأداء المميز والكبير اللي تقدمه مع الأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لعلي بن سالم الصعاق على اختطاف الهبة ناموس هذا الشوط. المقدمة بشعار سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري ثاني الأسماء بالحب. يتقدم غازي محمد بن عبد الله بالحب العامري ثالث المراكز شعار بوشارب. ولكن البداية والمقدمة والفوز والانتصار مع قرهود سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري بن مهيرة يتقدم بهذا الأداء المميز مع قرهود مع الصدارة مع قرهود مع البداية مع الفوز والانتصار بالحب قادم. ولكن قرهود مع الفوز قرهود مع الانتصار قرهود بشعار هنا سالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري. فتهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لابن مهيرة هنا سالم بن حمد بن سعيد جبران مياسة بن جبران الله على المقدمة على المركز الأول. يا سلام يا سلام الأمتار الأخيرة والخطيرة. أشوف بن حسن يقدم لنا نجاح علي بن عبد الله بن حسن المري. يا سلام يا سلام مع هذا الشعار مع هذا الشعار في هذه اللحظات وهذا الاندفاع نتابع وإياكم مياسة نجاح ومياسة. وشوف اللي وصلت أيضا يا سلام الله شعلة لسعيد بن محمد بن سالم العامري. ولكن نعود إلى المقدمة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة هنا مياسة جابر بن سالم بن جبران ونجاح علي بن عبد الله بن حسن وشعار العامري شعار العامري مع شعلة الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة الله ثلاثية مياسة شعلة مياسة بن جبران هنا. يا حظ للنواميس الغيثاني قادم علي بن راشد الغيثاني يقدم لنا الذيب. خلك ذيب يا راعي الذيب ولا كلتك الذياب. هذا والله البطل المقدم لنا انطلاقة الذيب بالمركز الأول. المقطع قادم مع انطلاقة بالحب المقطع والذيب والمقطع. ولكن علي بن راشد الغيثاني على البداية يقدم لنا الذيب بالمركز الأول بالأداء المتميز والجميل. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني هو المقطع.
اللحظات الأخيرة حدث تحقق هذا الناموس والعصا بالأبطال والتحركات تلقائية إلى حد هذه اللحظات، وهي من نصيب السعيدي. من يقدم لنا حدث سعيد بن يعقوب السعيدي؟ هنا أبناء السلطنة يتقدمون يتحركون، بينما أبناء الدوحة وشعار الزعبي قادم حاضر مع إبداع حمد بن عبد الله وتابع شرف هادي بن راشد بن نديلة. بينما حدث السعيدي حدث، هو السعيد إلى حد هذه الأثناء، طارت وحلقت حدث لتحقق هذا الفوز وهذا الانتصار لسعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. شكرا يا السعيدي، شكرا. المركز الثاني شديد سعيد بن محمد بن عبد الله بالحب العامري. الناموس ولكن وصل همام محمد بن جار الله بن برمان. اي صراع من اجل الناموس في هذا المهرجان الغالي بالحب يا السلام. بن ضرمان وشديد وهمام وشديد، ولكن بالحب روح بالناموس مع المية متر الأخيرة النهائية. مرسل السلام إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة. تاني لك سعيد بن محمد يا بالحب العامري المركز الثاني. همام ومحمد بن جار الله بن ضرمان. القادم مع ثاني المراكز جابر بن سالم بن جبران، ثالث المراكز وتابع الوصول من الذيبة علي بن محمد بن عبد الله الزعبي يتقدم في هذه اللحظات، وضمانه هناك قادم بشعار عبد الله وحمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. ولكن الصدارة ثنائية البداية هامة بن سلامة ولكن بن جبران القادم مع سيوف وهامة، انطلاق ثنائي تحدي أخير، ولكن غيرت مع اللحظات الأخيرة جابر بن سالم بن جبران. سلام هذا الانطلاق هنا مع سيوف، تهانينا والناموس لجابر بن سالم بن جبران على فوز سيوف بالمركز الأول. ثاني المراكز وصلت لكن هنا القدوم من الموج، ولكن شوفوا الكم الهائل، شوفوا القدوم، شوفوا الوصول. سيلفر حمد بن ناصر الحرسوسي وصل في هذه اللحظات مع سيلفر. المركز اللي قادم هناك ايضا كحيلان سعيد بن محمد بن مبارك الخيالي. الله يا هذا التنافس، يا هذا الوصول مع المقدمة ومع الصدارة، تغيير على المقدمة. هناك كحيلان هناك في هذه اللحظات، هنا اللي قادم سيلفر حمد بن ناصر بن دريبي الحرسوسي. شوفوا التنافس مع الأمتار الأخيرة، مع الأمتار الخطيرة، ولكن كحيلان الله يا كحيلان، تهانينا لمالك كحيلان سعيد بن محمد بن مبارك بن سيف الخيالي. على المركز الأول ظن بن سلامة، ظن المحنك مع المركز الثاني، المركز الثالث بن مهيرة، ولكن بن حزام وبن سلامة الأمتار الأخيرة ما فيها رحمة، ما منها سلامة يا بن سلامة، ولكن بن مهيرة ظن على المركز الأول. المركز الثاني جبارة محمد بن طحنون بن مهيرة غير مع اللحظات الأخيرة، انطلقت جبارة بهذا العرض الكبير، بهذا القدوم الخطير. سلام يا بن طحنون انطلق في هذه اللحظات محمد بن طحنون بن جابر آل جبران. Yeah.
البريص المري من خطف الناموس وتوج بهذا الانطلاق وحضر بالصدارة ليكون حاضرا محققا هذا الناموس بشعاره وشعاره الحاضر سالم بن راشد بن محمد. البريص المري من انفرد بالناموس، من انطلق بالتتويج، من حقق المركز الأول مع انطلاقة مكرم. إذا مكرم مشاهدينا الكرام هو الفائز والنجم الساطع لمجريات شوطنا السادس عشر. تهانينا تهانينا والناموس لمالك مكرم سالم بن راشد بن محمد البريص المري على هذا الفوز المستحق وعلى تحقيق مكرم للمركز الأول. تهانينا والناموس. هذه لحظة وصول لخط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا على هذا الناموس المستحق للمركز الثاني. في هذه اللحظات ما شاء الله على أداء على الحضور الجميل في اللحظات المثيرة، ولكن قمة 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 وغارة غارة وقمة. اللحظات المثيرة ما بين الثنتين، ما بين الزعبي وما بين الزبداني. اللحظات المثيرة ولكن غارة عليها الرقم واحد، وهذه غارة على المركز الأول. سلام يا مخوف من يقدم لنا هذا الانطلاق، وهذه غارة محمد بن عبد الله بن راشد الزعبي من يسجل هذا التواجد الجميل من غارة على ناموس هذا الشوط. الله 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 الله. اللحظات النهائية وغارة هي البطلة، هي البطلة ما شاء الله على الشكل الجميل والأداء الممتاز. تهانينا لحمد بن عبد الله الزعبي على فوز غارة بالمركز الأول. راشد بن سالم بن سعد النابت يتقدم مع الانطلاق. روح يا موفق هنا مع البداية مع الانطلاق الأول مع معزز. معزز على الانطلاق الأول بشعار راشد بن سالم بن سعد النابت بن ذروة مع ثاني المراكز. الوذن عبد الله بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة بن مسعود قادم يقدم منذر حمد بن مسعود بن جابر المسعود، ولكن معزز معزز على الصدارة، معزز مع الفوز مع الانتصار، معزز بشعار راشد بن سالم بن سعد النابت يتقدم مع الفوز مع الانتصار. واسعد الله صباحك يا ابو راشد على هذا الانتصار. تهانينا والناموس لمالك معزز راشد بن سالم بن سعد النابت المري على هذا. شوف هذا الأداء المميز والكبير، حربة مع الصدارة مع المركز الأول بالعرج قادم، وأيضا الشراب من الجانب الآخر ثلاثية ولا أروع مع الأمتار الأخيرة والخطيرة. ما شاء الله على هذه الانطلاقة المميزة، ولكن الصدارة خبر راشد بن سعيد بن صالح الجربوع المري. من الجانب الآخر تأتي كنوز عبد الهادي بن محمد بن علي الحسنة المري الأمتار الأخيرة. هنا كنوز تتسلل من ميمنة الميدان تحقق الناموس والانتصار. عبد الهادي بن محمد بن علي الحسنة المري من يقدم لنا تحديات كنوز، من تخطف الناموس والانتصار تؤكد حضورها المميز هنا في هذه الانطلاقة. سلام كنوز سلام. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن محمد بن علي الحسنة المري على اختطاف كنوز. الكعبي العبور والشبلة، أجل العبور والشبلة وانطلاقة انطلاقة نوش. سلم على المركز الأول، سلم على البداية. العبور وهقوة، العبور وهقوة وسلمة والأمتار الأخيرة، الأمتار الجميلة، صراع الأقوياء وبقاء الأبطال. يا سلام، هنالك انطلاقة غزر حمود بن سلطان بن سويدان بن علي المالكي، المالكي بالبداية، المالكي بالمركز الأول. وعد وعد وعد، ولكن السلام إلى السلطنة، السلام إلى راعي غزر. بحضور النوعيات النخبوية بن مخيزيم، أي حضور يا بن مخيزيم في آخر الأمتار. اللحظات الصعبة ما بين بن هيض بن
خيزير اللحظات الصعبة لمن الناموس لمن الانتصار ناموس في هذا المهرجان يا مالك طشارة بن مخيزير اللحظات الأخيرة هل سيهدي الناموس إلى أبناء يبرين بن مخيزير بن مخيزير واللحظات المثيرة بن كردوس العامري حاضر بكل قوة اللحظات الصعبة لمن الانتصار طشارة تحقق هذا الفوز وهذا الانتصار وتهدي السلامات إلى أبناء يبرين من ميدان الشحانية تهانينا تهانينا لمالك طشارة محمد بن ربيع بن صالح الجابر المري. يحضر راشد بن سالم بن سعد النابت المري صعايب يا صعايب انطلقت الى البداية بهذا الاداء الاسطوري اول ندى مباشرة الى المركز الاول وحضور صعايب يا سلام يا سلام الله 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 الناموس ومادة الزعفران تنتظر هناك خلف خط النهاية سلام يا راعي صعايب راشد بن سالم النابت بطل هذا الشوط مع المئة متر النهائية تهانينا والناموس على هذا الانتصار راعي صعايب راشد بن سالم النابت المري المركز الثاني حضرة مقروعة محمد بن ربيع انا اشهد ان منطر بغنى وغنيت انا اليوم ضرباني رجل الوطن ما دخر غنى منا منا ان العمر فاني يا ما كتبنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الانسان يحصاني